أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. على ضوء التعيينات الملكية الأخيرة على رأس مؤسسات دستورية، نذكر منها مجلس المنافسة، محكمة النقد، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة. نستضيف معنا للنقاش يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب. أهلا وسهلا سي يونس. أهلا سي عبد الله، وكنشكركم بزاف على الاستضافة في هذا البرنامج. بداية سي يونس، بحكم أن ملف وسطاء التأمين مفتوح لدى جميع المؤسسات الدستورية، ما تعليقك على التعيينات الملكية؟ اولا يعني كنشيدوا بهذه التغييرات اللي وقعت في هذه المؤسسات الدستوريه اللي كلها مهمه، واستقبلنا بواحد الارتياح كبير في الاوساط ديالنا في قطاع التامينات وسطاء التامين ولدى يعني اعضاء ومنخرطين جمعيه وسطاء ومستثمرين التامين بالمغرب. علاش؟ لان كيعرف الجميع فجمعيه وسطاء ومستثمرين التامين بالمغرب ملي بدات تترافع على الملفات ديالها والمعاناه ديال هذا القطاع، المشاكل اللي كانوا منها، لجئنا لكل المؤسسات الدستوريه كلها على حسب اختصاصه، ايضا المؤسسات اللي مازال ما جمعش لهاش تغيير، ولكن يعني لجئنا اليوم جميعا من اجل يعني وضع يعني هذا الملف لدى الايدي ديال المؤسسات اللي هي كتنهض وكتساهم في تصحيح اي اختلال على مستوى الدوله المغربيه ومؤسستها، يعني باش نصحوا المشاكل ونساهموا في الحل ديالها على هرم على اعلى مستوى. لان وهذا الشيء السبب ديالو في الاساس هو غياب هيئه رقابه التامينات والاحتياط الاجتماعي والتطور ديالها، خلات العبء كله يرجع لهذه المؤسسات. بيان سور في التجاوب ديال هذه المؤسسات كاين المؤسسات اللي مشات معنا يعني في تدبير الملف وفي الانصات وايجاد حلول، ويعني واحترمت يعني ما جاء به دستور 2011 يعني كالمجتمع المدني كشريك يعني في الحلول بالمقاربه التشاركيه. ولكن كاين مؤسسات للاسف اللي ما مشاتش في نفس الاتجاه وكانت هي مصدر عرقله في ايجاد حلول او ايجاد يعني مساهمه في تنوير الراي العام والقطاعات المهنيه ووضع حد الاختلالات اللي كيعرفها السوق واللي نذكروا منها هي مجلس المنافسه. هذه المؤسسه اللي الكل كيعرف يعني ما صدر عنا العام الفايت السنه السابقه في البلاغ ديال الديوان الملكي، عانينا معها حنا حتى ايضا، يعني عنده حاليا اكثر من 7 ملفات غير ديال جمعيه وسطاء وسمية التامين، حتى ملف من الملفات ما عرفنا يعني التقدم حقيقي لا في التحقيقات لا في الشكايات لا في المتابعات لا في القرارات ايضا، بل ان بعض القرارات حتى حنا تضرينا بقرارات فيهم خروقات مسطريه. هذا الشيء يؤسف له، مس بالمصداقيه ديال الدور ديال المؤسسه، وحنا بقات المعاناه ديالنا يعني الى يومنا هذا بعدم صدور اي قرار كيثبت او كيبين حقيقه ما هو كاين، رغم جميع الادله اللي قدمناها للمجلس ومنذ 2019 وعدد الاجتماعات اللي قمنا بهم والتنقلات وغيرها. ف خلاصه يعني كنقولوا بانها تغيير ايجابي جدا، وكنتمنوا ان شاء الله انه الليف ديال يكون جديد، وكنتمنوا التوفيق والنجاح ديال المسؤولين اللي خداو الثقه المولويه، وانهم ينخرطوا سريعا في ايجاد حلول الملف اللي معروض عليهم من جهه وسطاء التامين، لان المعاناه ما زالت مستمره. اللي هو خطير جدا هو ان هاد رغم لجوئنا لهذه المؤسسات ما حسيناش ان الناس اللي المتدخلين في الاقتصاديين سواء من القطاع البنكي ولا قطاع التامينات اللي كيمارسوا هذوك الخروقات تراجعوا عليهم او نقصوا منهم، فبحال زعما هذه المؤسسات ما هنا 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 كنقولوا كاين شي حاجه ماشي هذيك. فملي كنقولوا كاين تغيير فكنتمناو يبان فعلا ايجابيا، وعلى الاقل الحده ديال هذوك الخروقات تنقص، ما نبقاو ما يمكنش نبقاو حنا عندنا ادله وعندنا قرارات وعندنا تحقيقات وكنلقاو نفس الخروقات او يتمادوا كاع في اكثر منها، خصوصا شركه التامين والابنك. وغادي نرجع لمجلس محكمه النقد مثال السلطه القضائيه كمثال، هذا تمنينا غير نشوفوا الرئيس السابق السي مصطفى فارس، وضعنا يعني طلب لقاء معاه، لان وسطاء التامين كيعاني منذ سنوات عند اللجوء من القضاء لواحد الصعوبات عديده باش نخرجوا بواحد الحكم في الاخر اللي هو ربما فاسد، ربما لا يستجيب للمقتضيات القانونيه ديال المهنه ديالنا. كنلقاو عدد كبير ديال القضاة ما كيحكموش كاع بمدونه التامينات اللي هي كتنظم القطاع، والمشرع المغربي دوزها في البرلمان باش تنظم القطاع والعلاقه بيناتهم، ولا كان شي خر كيتبت من هذه المدونه كنلقاو ديما قرارات
في الغالب مقتضيات بعيده كل البعد على مدونه التامينات باش نرضيو بعض الشركات ديال التامين. وهذا الشيء صرحت به وكنتحمل المسؤوليه ان كاين فعلا احكام قضائيه هي منحازه شركه التامين عديده من بعض القضاه، وعندنا ملفات عليهم وتلجانا لمجلس السلطه القضائيه بشكايات، وللاسف ديك الشكايات ما تفعلاتش وما لم يتحقق فيها، وجاتنا اجوبه غير مرضيه، وطلبنا نشوف رئيس محكمه النقد وما جاوبناش عليها. بقى الملف اون انستانس وحنا باقي كنعانيو من جهه هاد نطلبوا حقوقنا في محاكم تجارية خصوصا محكمة تجارية الدار البيضاء، وانها كنجي سيرتو هي كنلجؤوا ليها، وهاد الاخطاء القضائيه كتجينا من هذيك من هذه المحكمه بالضبط وبعض المحاكم الاخرى بيان سور. وكاين المشكل الثاني هو المتابعات الكيديه اللي كتوقع لينا من شركه تامين، ولا عندنا حنا كجمعيه كاين تناقض في الاحكام وصلنا هذا المستوى، في حين كل مسؤول على هذا الشيء هي محكمه النقد اللي كتصارع على توحيد الاحكام القضائيه باش ما يبقاش واحد العبث في الاحكام. نفس الحاله بنفس الموضوع واطراف بنفس الاطراف، يعني وكيل تامين شركه تامين، وكنلقاو احكام متناقضه على مستوى رئاسه النيابه العامه. على مستوى رئاسه النيابه العامه كنت منو بزاف التجاوب اللي كان ديال السي صراحه ديال السي الرئيس السابق السي النبوي. ربما كانت واحد المراسله كتاب ديالو حنا اثرنا الا انه يكون للراي العام كلشي يعرفوا. كان فيه يعني كيلخص واحد مجموعة الاجتماعات اللي كانت في هذا الاتجاه باش نحاولوا نشوف شنو نشوفوا التظلم ديالنا ديال هذه المتابعات الكيديه واللي كتكون من شركه تامين، رغم ان النزاع هو تجاري محض، بعق تجاري ما كاينه لا امانه لا حتى شي حاجه. كيجيو كيقولوا كاينه خيانه الامانه، كيزوروا في الوثائق كيزوروا في المستندات. وما نساوش اخر حاله اللي تعرضنا لواحد الوكيل في مراكش اللي هو تابع لواحد الشركه اجنبيه كاينه مستمره في المغرب، واللي ضرات بينا بالمستمر وتابعته بوثائق مزوره وكنأكدوه، هو دابا باقي معتقل لحد الان للاسف الشديد، رغم ان الملف ديالو ما فيهش حتى مستندات حقيقيه ديال ديك الجنحه، وخصوصا ان الجمعيه كتوفر على احكام واجتهادات قضائيه ديال قضاه التحقيق كتقول لك بان تهمه خيانه الامانه ما بين وكيل تامين وشركه تامين هذه في محاكم اخرى، انها كتقول ان لا يجب لا تجيب المتابعه لان العلاقه تجاريه، يعني ماشي ديال محكمه ابتدائيه. دابا شوف دابا حنا فين ولينا، ولا وسطاء تامين وشركه تامين كيعرضوا النزاع في محاكم ابتدائيه، والدوله المغربيه راه دايره المحاكم التجاريه. واش عمرك شي شركات كيلجؤوا المحكمه ابتدائيه باش يفصل لهم قاضي ما عندوش تكوين تجاري وكيفصل في مشكل؟ اش كيفصل؟ هذا مشكل. فهنا فاش كنقول لك المؤسسه الدستوريه نهار رجعنا اليوم رجعنا باش نحلوا واحد المشكل بواحد المستوى عالي نقاش، نعطوا معطيات. حنا مهنيين عندنا تبارك الله خبراء، انا بنفسي راه كنشتغل مع 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 الهيئات القضائيه كمحكم معتمد بمحكمه الاستئناف، فهنا جينا نديروا نقاش قانوني من اجل فعلا نوصل الحقيقه والحق. حنا ماشي جمعيه وسط كتقلب فقط المساعده احقاق الحق. فرئاسه النيابه العامه مشكوره قامت بواحد الدور الحمد لله. دابا كاين تعيين جديد ديال السيد داكي، حنا كنتمنوا نكملوا هذا المشوار معاه ديال هذا القطاع هذا باش هذه المتابعات راه ولات كتهدد الامن الاقتصادي والاجتماعي ديال هذا القطاع، وكتستغلوا شركه تامين بواحد الطريقه يعني بشعه باش تصفي جميع الوكلاء والوسطاء بدون اداء اي تعويض عن طريق استغلال القضاء بمعطيات مزوره ومستندات كنصرح بها مزوره، وجا الوقت باش نوضعوا الحد لهذا العبث. فكنتمنى ان شاء الله حنا كلي كنقدر ناكد لك من هذا الحوار اننا غنمشيو نشتغلوا كجمعيه باش نكملوا في هذا المسار مع التعيينات الجديده في لقاء مع جميع هذه المؤسسات باش هذا الملف يوصل للحل ان شاء الله ديالو، ونوضعوا حد لهذه المعاناه لهذه الفئه هذه اللي راه فعلا زعما راه ضرت بما فيه الكفايه، راه كاين اللي مشى للحبس ظلما وعدوانا. نعم، على مستوى هيئه مراقبه التامينات كان هناك ايضا تغيير على راس الهيئه بتعيين تعيين الملكي لحسن بوبريك على راس الاداره ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي نفس الوقت كان لقاءات مباشره في شوتنبيرو في اكتوبر ديال 2020، كان لقاء ديالكم مع الجمعيه ديالكم ومؤسسه وسيط المملكه وهذه الهيئه. واش لمستوا شي تغيير في التواصل مع الهيئه ديال الاكابس، لا سيما ان القانون الداخلي ديال الهيئه كيسمح للكاتب العام بمزاوله المهام ديال الرئيس في انتظار تعيين رئيس جديد؟ سؤال جد مهم، وكنبغي ننور الراي العام الوطني والمهنيين حقيقه بان للاسف الشديد هذه الهيئه هذه رغم التغيير اللي كان حتى هو كنتمنوه عاليا التغيير هذا بالضبط ديال هيئه مراقبه التامينات، لانه كان التغيير كان خصو يكون في هذه الهيئه، وكنت كنتمنوا بين القرار ديال المؤسسه الدستوريه اللي كانت يصدروا
باش يعطوا صوره شنو كيوقع في هذه الهيئه. لان هذه الهيئه هذه ولات انا بالنسبه لي الرؤيه ديالي الحقيقيه الا استمرت بهذا العمل باش كانت كتشتغل كتمثل تهديد حقيقي على المراقبه ديال القطاع وما يقعش هذا. علاش علاش شي نصف دارك علاش التهديد هذا؟ لان الهيئه ولات واحد الطرف حقيقي ينحاز لمصالح شركات التامين، وهذا الشيء ولا واضح. ما كتجاوب على شكايات، ما كدير تحقيقات، بل حتى الاجوبه ديالها في البت في الشكايات اللي كانت كتلجأ ليها الجمعيه او اعضاء الجمعيه كتكون اجوبه هي هدف منها هو تغليط هذاك المشتكي من الحادث نفسه. وهنا هنا هذه هذا من خطير، لان ملي كتستغل مراسلات ديال الاداره ديال الدوله وتعطي معطيات مغلوطه راه صافي راه ما بقى من غلجؤوا. فتخيل عدد المؤسسات اللي جبنا اليوم اللي كانت هذه ما قامتش بالدور ديالها، شحال مؤسسه ولات هي عندها حاله من الثقل ديال هذا الملف، رئاسه النيابه العامه، مجلس المنافسه، محكمه النقد، مؤسسات القضائيه، غلطه دابا علاش القضاء دابا عنده مشاكل؟ لان حتى ما كاينش الدور ديال الهيئه في المراقبه والراي ديالها في شي خلاف قبل ما ياخذ القرار اي قاضي، فكيلقى راسو منه لهذا الملف والمشاكل ديالو. فحنا اللي لمسناه رغم الوعود ديال الكاتب العام فعلا القانون الداخلي كيمنح ليه التفويض الكامل لسلطه الرئيس ويقدر يقوم بما يلزم. كنا كنتسناو منه واحد زعما استدعاء باش نناقشوا الملف باش بشكل مباشر، حيت فتحنا قنوات التواصل. كنشكروا السيد وسيط المملكه عن طريقه فتحنا قنوات التواصل باش 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 نشوفوا مشاكل القطاع ونساهموا بموضوعيه. حنا الحمد لله موضوعيين مع هذيك الهيئه. الى الاسف شفنا كنلقاو لا مبالاه الى يومنا هذا، عدم تجاوب مع جميع الشكايات، بل حتى التصريحات اللي كانوا من الهيئه قدام وسيط الملكه من ان غادي تحاول انها تدخل معنا في تفاعل وفي حوار جدي. ما شفنا حتى شي حاجه، بل عين حاليا تمثيليات يعني في النظام الداخلي للهيئه، يعني كوميتي ديسيبلينير وريغولاسيون اللي كاينين بدون ان ما نكونوا حنا كاع ممثلين. والمشاكل القطاع غداو كتفاقم والفضائح عديده في القطاع. هنا كيبين بان للاسف الشديد الهيئه باقا غدا في نفس المسار ديال الرئيس السابق، باقا غدا بنفس طريقه العمل بدون اي تغيير، بل بالعكس زاد في الصمت ديالها التام، وهي كدير قرارات احاديه بدون اشراك الهيئه المهنيه الوحيده اللي دابا كنشوفوها وحيده كتحاول تقول بان اللهم إنا هذا المنكر، هذا الشيء ما غاديش هو هذا. فحنا بالنسبه لينا الموقف ديالنا ديال الهيئه راه موقف سلبي جدا جدا جدا. نعم. وغير مبرر. ونعم سي يونس، وتسجيل الحلقه ديال الحوار كان مباشره بعد اللقاء اللي عقدتوه مع وسيط المملكه بالرباط. شنو خلاصه ديال اللقاء مع مؤسسه الوسيط؟ كنا في هذا اللقاء فعلا كان واحد طلب باش نشوفوا يعني تواصلي، لان كنا فعلا مع قبل كنا غادي في اتجاه اننا نعرفوا المآل ديال الملف ديالنا عند وسيط الملكه، اللي من المؤسسات اللي محموده جدا انها كانت تجاوبات مع التظلم ديالنا وخذته بعين الاعتبار، وكان فيه حتى هم اجتماع وغيرهم، الى درجه ان وصلنا لبر الامان على اساس ان الجمعيه مع الهيئه غيقدروا يمشوا في اتجاه بيناتهم انه ان شاء الله يحلوا مشاكلهم بشكل مباشر. الا ان الموقف السلبي ديال الهيئه خلانا عاوتاني نرجعوا، ما نقولوش نقطه الصفر، ولكن على الاقل ان نقولوا لوسيط الملكه الملف ديالنا الامور ديالو فين غتمشي، خصوصا في هذا الموقف السلبي ديال الهيئه. فاللي كاين اليوم هو انه تاكد انه ان شاء الله غادي يكون قرار ديال غادي يصدر في هذا الاسبوع ان شاء الله من وسيط الملكه باش يبت في هذا الملف، وربما غيكون اول تقرير ديال مؤسسه دستوريه من المؤسسات اللي جئنا لها يعطي واحد الصوره على ما وقع وما يقع من هيئه مراقبه تنميه الوحده الاجتماعي، ومدى مسؤوليتها في جميع هذه الخروقات والاختلالات اللي كنعرفوها في هذا القطاع. حنا عندنا اللي كنقدر نقول هو حنا عطينا ادله عديده وبقى عندنا ادله اخرى للسيد الوسيط، وربما تصنت لنا وفهمت الظلم ديالنا والتاثيرات السلبيه ديال بقاء هاد الوضعيه على حالها. فاللي نقدر نخبرك به هو كي قلنا يقدر يصدر ان شاء الله قرار في القريب العاجل، كنخبر به المهنيين اول مره عن طريق البرنامج ديالكم، وكنتمناو ان شاء الله اللي كنتمناو هو ان هذا القرار يكون في مستوى اللحظه والتاريخ اللي حنا فيه والاكراهات والمشاكل، ويكون ورقه طريق لاي مسؤول ديال غدا ديال هيئه مراقبه تنميه الوحده الاجتماعيه باش يساعدوا يصح الاختلالات الداخليه والخارجيه للقطاع. نعم سي يونس، شكرا جزيلا سي يونس على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.